اهلا بحضراتكم مره تانية. امبارح طبعا كانت ماتشات مثيره جدا في الجوله الاخيره من الدوري الانجليزي، وكانت ممتعه للغايه، والواحد ما كانش متوقع ايه اللي ممكن يحصل بعد ما استون فيلا كانت كسبانه 2-0 لحد الدقيقه 70. مانشستر سيتي رجعت 3-2 وكسبت الدوري، رغم ان كان لما كانوا كاسبين 2-0 استون فيلا كانت ليفربول متعادله مع ويلفرهامبتون 1-1 لحد ما صلاح جاب الهدف الثاني، بس كانت اوريدي خلاص مانشستر جاب الثلاث اهداف، فالامور كانت حسمت. لكن في كل الاحوال في متعه، في كوره ممتعه، من ضمن الحاجات الجميله المبهجه بالنسبه لنا والواحد يعني فرحته امبارح شويه، ان محمد صلاح خد جائزه احسن او اكتر لاعب جاب اهداف في الدوري، هداف الدوري برصيد 23، بعد ما كان سون لاعب توتنهام تقدم عليه من خلال هدفين في نوريتش في نفس التوقيت، فكان صلاح لسه نازل، فكان 23 لسون و22 لصلاح، بس صلاح جاب جون فبقى 23 23، ففاز بالحذاء الذهبي وفاز كمان باكتر لاعب عمل او صنع اهداف في الدوري الانجليزي، وده انجاز كبير جدا جدا. ما اعتقدش يا جماعه صعب قوي ان احنا نلاقي واحد زي محمد صلاح للكره المصريه فيما بعد، وارد لو الناس كلها او اللعيبه اللي نفسها تحقق احلام كبيره زي صلاح كده مشيوا بنفس الصيغه بنفس الطريقه بنفس العقليه، فان شاء الله ممكن نلاقي، لكن هيبقى فيه صعوبه، هناخد وقت يعني. فاحنا محظوظين كجيل ان احنا بنعيش عصر فيه لعيب مصري عالمي بيحقق انجازات زي دي، نتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن الاهم بالنسبه لي بقى